يمكن الأول لحضراتكم، يمكن الحمد لله النهاردة وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030. يمكن الاستراتيجية الحالية حضرتك أطلقت النهاردة كان وراها فريق عمل تم العمل عليه لمدة سنة، فكان هناك نهج استراتيجي تبنته هيئة الرقابة الإدارية واللجنة الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته. كان هناك أربع مراحل لإعداد هذه الاستراتيجية. كانت المرحلة الأولى هي مرحلة دراسة الوضع الراهن، ثم مرحلة التحليل، ثم مرحلة الصياغة، إلى أن وصلنا اليوم إلى مرحلة الإطلاق. والنهج اللي تبنته الاستراتيجية هو نهج تشاركي يعتمد على المشاركة، فيمكن كافة جهات الدولة شاركت في إعداد هذه الاستراتيجية، جميع الوزارات، المحافظات، الجامعات المصرية، وكافة جهات إنفاذ القانون. بخلاف أيضا الجديد في هذه الاستراتيجية أن تم التشاور مع العديد من الجهات الدولية، يمكن تم التشاور حضراتكم على البنك الدولي والوكالة الأمريكية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات وجامعة كولومبيا وكافة وبعض الخبراء الدوليين. كان الهدف الأساسي حضراتكم أن احنا يتم وضع استراتيجية تعبر عن روح كافة الجهات الوطنية ويكون هناك إرادة فيها لمكافحة الفساد. يمكن هذه الاستراتيجية حضراتكم تتبنى خمس أهداف رئيسية، والأهداف الرئيسية حضراتكم بينبثق منها أهداف فرعية، والجديد أيضا أن تم صياغة مؤشرات لقياس الأداء، الهدف منها الوقوف على الإجراءات التي تم تنفيذها على أرض الواقع تباعا. ويمكن لأول مرة حضراتكم في هذه الاستراتيجية يتم وضع نظام إلكتروني، فسيتم التواصل مع كافة الجهات المعنية بالتنفيذ إلكترونيا لإعداد تقرير للمتابعة وقياس الأداء، وستتيح هذه المنظومة قيام كافة السادة الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات وكافة جهات إنفاذ القانون التعرف على النتائج المحققة من هذه الاستراتيجية. يمكن الهدف الخاص بالتعاون الدولي والإقليمي لمنع ومكافحة الفساد، يمكن الهدف ده يمكن شرفت جمهورية مصر العربية بتحقيق العديد من النجاحات فيه على المستوى الأممي وعلى المستوى الإفريقي وعلى المستوى العربي. يمكن هذا الهدف هيبقى فيه تحدي لنا كجهات إنفاذ القانون إن احنا نحقق نفس النتائج التي تم تحقيقها. هذا الهدف إن شاء الله حضراتكم سيغطي الوفاء بالتزامات مصر الدولية حيال اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والاتفاقية الأفريقية. ممكن احنا الأسبوع القادم حضراتكم سيتم إقرار اتفاقية أخرى خاصة بمنظمة التعاون الإسلامي، وهي اتفاقية مكة المكرمة للتعاون بين جهات إنفاذ القانون في مكافحة الفساد. إن شاء الله حضراتكم إحنا هنعمل على الوفاء بالتزامات مصر الدولية وتقديم كافة التقارير لعمليات آلية استعراض التنفيذ، بالإضافة سيتم متابعة كافة المؤشرات الدولية للوقوف على تصنيف مصر في هذه المؤشرات لإجراء بعض التوصيات للارتقاء بتصنيف مصر في هذه المؤشرات. بإضافة أيضا حضراتكم أن الهدف ده سيتم تعزيز التعاون الدولي في مجال استرداد المجهودات، وسيتم العمل على تبادل المعلومات ما بين جهات التحريات المالية. يمكن هذا الهدف حضراتكم هو في شراكة ما بين كافة جهات إنفاذ القانون، وبيتم عرض كافة التجارب الناجحة للمجتمع الدولي الخاصة بجميع جهات الدولة المصرية.